مشاهدينا، وينضم الينا عبر خدمه سكايب المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه المهندس علي راضي ثامر. بدايه مرحبا بك استاذ علي في نشره الثالثه لهذا اليوم ضيفا عزيزا. يعني العراق شهد في الاونه الاخيره ليس بالبعيد ازمه مياه، واليوم ايضا تكررت هذه الازمه. طمانتم بعدم وجود شحه مياه في العراق، لكن نهر دجله يتحدث غير ذلك. طالما ليست هناك أزمة، إذن ما الأسباب التي أدت إلى تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات لمستويات قياسية؟ يعني هل هي خطة مصطنعة أم ماذا؟ تفضل لك الكلمة. شكرا جزيلا أستاذ قصي، وتحية طيبة لكم ولقناتكم الكريمة. حقيقة موضوع دجلة والفرات كما أشرنا سابقا، عادة ما تقوم وزارة الموارد المائية في مثل هذا الوقت من كل عام بعد انتهاء الموسم الزراعي الشتوي، بعد انتهاء واللي انتهى تقريبا اواخر شهر نيسان بدايه الشهر الخامس، والان الجميع يعلم هي فتره حصاد. بعد ان ينتهي الموسم الزراعي الشتوي عاده ما تقلل وزاره الموارد المائيه من اطلاقاتها من السدود والخزانات الى الحد الذي يؤمن الاحتياجات الرئيسيه في هذه الفتره. هذه الفتره حقيقه قله الطلب والاستهلاكات على المياه اقل من الفترات الاخرى، وبالنتيجه احنا اليوم نامن مياه الخام لمحطات الاساله ولبعض المحاصيل الزراعيه اللي تستهلك كميات قليله من الخضروات الصيفيه، اضافه الى البساتين وحصه الاهوار وحصه الجريان البي ودفع اللسان الملحب البصري. راح نلاحظ جميعا انه خلال، او لاحظنا بالاحرى خلال هاليومين وخلال الايام القادمه، ارتفاع تدريجي لمناسيب المياه في نهري دجله والفرات، بسبب انه وزاره الموارد المائيه بدات باطلاق كميات تدريجيا الى ان نصل الى بدايه الموسم الصيفي الزراعي القادم اللي هو ان شاء الله في بدايه الشهر السادس القادم، يعني خلال الاسبوع القادم او العشر ايام القادمه، راح نلاحظ جميعا عوده ارتفاع مناسيب المياه في دجله والفرات لتغطية كل الاحتياجات بما فيها الخطة الزراعية الصيفية القادمة. وبالنتيجة نحن نؤكد أنه هذا الانخفاض اللي حاصل في نهري دجلة والفرات هو ضمن خطة مدروسة مسيطرة عليها من قبل وزارة الموارد المائية، وتطبق في مثل هذا الوقت من كل عام، وليس له علاقة حقيقة بظروف الشحة اللي حقيقة هي يعني تعاني منها المنطقة ودول المنطقة بشكل عام. لهذا احنا كإجراء للمحافظة على الخزين المائي وإطلاقه بتوقيتاته المعلومة لدينا وضمن خطة واضحة، لذلك احنا نطمئن كافة مواطنينا ان ما متوفر لدينا من خزين مائي يؤمن جميع الاحتياجات، خصوصا مياه الشرب والاحتياجات الزراعية خلال الموسم الصيفي القادم خلال الأيام القادمة، وكذلك ان شاء الله خلال الموسم الشتوي تحديدا الرأي الأولى بالموسم الشتوي القادم. طيب في ملف آخر دوليا أستاذ علي، يعني أين نتائج حوارات بغداد ومع أنقرة وكذلك طهران؟ يعني كانت هناك جولة مباحثات مع إنشاء مركز بحثي مشترك في العاصمة بغداد في الآونة الأخيرة، لكنها ربما لم تؤتي بنتائج، يعني أين يكمن الخلل؟ حقيقة هو مو موضوع خلل، يعني احنا هذا الموضوع خلينا نقول هو جنبه فنية 100%. موضوع التباحث وتواصل اللقاءات الفنية على جميع الأصعدة مع دول المنطقة، دول المنبع بشكل عام مستمرة وحقيقة بوتيرة متصاعدة. يعني على سبيل المثال الأسبوع الماضي كان هناك لقاء مع بين معالي وزير الموارد المائية ووزير الموارد المائية السوري، وهنالك كان وفد فني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لتوحيد الجهود وتنسيقها. الاتصالات الفنية مستمرة مع الجانب التركي. هنالك زيارة مرتقبة خلال يومين القادمة لمعالي وزير الموارد المائية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أيضا للقاء مع وزير الطاقة والموارد المائية الإيراني، من أجل حقيقة نقطة جدا مهمة، وهي من أجل تقاسم الضرر في هذه الظروف. إحنا جميع المنطقة حقيقة دول المنبع، دول الأعالي بما فيها دول المصاب، والعراق هو دولة مصاب أكثر الدول، ما يعني اللي تعاني من ظروف الشحة. في هذه الظروف حقيقة ونتيجة لقلة الإيرادات بسبب التغيرات المناخية، انحباس الأمطار، ضعف الغطاء الثلجي، أمور فنية أخرى أيضا، بالتأكيد في هذه المرحلة يجب أن يكون اتفاق مع هذه الدول بتقاسم الضرر، تقاسم الضرر الناتج عن الشحة المائية، قلة الإيرادات. اليوم العراق انخفضت ايراداته في دجله والفرات بحدود 50% عن معدل ايرادات العام، كذلك ايرادات دوكان، دربندخان، ادياله، سيروان، هذه انخفضت بمعدلات كبيره جدا،
وبالنتيجة يجب أن يكون هنالك تقاسم ضرر حتى لا يكون العراق هو كدولة مصاب هو الدولة المتضررة من هذه الظروف أو ظروف الشحة. حقيقة هاي نقطة جوهرية ونقطة مهمة جدا يركز عليها الجانب العراقي لضمان حقوق العراق المائية وكذلك الوصول إلى اتفاق ضمن الأعراف والقوانين الدولية التي تضمن للعراق حقه بالمياه. طيب هذه الأمور الفنية أستاذ علي التي ذكرتها يعني إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على أزمة المياه على خطة الموسم الصيفي الحالي خصوصا بعد ورود تطمينات من قبل الوزارة بشأن ذلك؟ بالنسبة للموسم سيد العزيز بالنسبة للموسم الصيفي الحالي ما متوفر لدينا من خزين مائي وضمن خطط وزارة الموارد المائية الكميات مؤمنة بالكامل سواء المياه الخام لتأمين مياه الشرب لمحطات الإسالة أو للأغراض الزراعية وتغطية احتياجات الموسم الزراعي الصيفي وكذلك كل الاستخدامات الأخرى الكهرومائية والاستخدامات الصناعية وحصة الأهوار وحصة البصرة وخصوصا دفع اللسان الملحي هذه الكميات مؤمنة بالكامل ضمن هذا الموسم الصيفي وكذلك إن شاء الله الرية الأولى من موسم الشتوي القادم ولكن هنالك موضوع جدا مهم احنا تحدثنا عن وجود الشحة المائية وقلة الإيرادات بشكل عام وتحدثنا عن خزين الماء وخطة الوزارة بالنسبة لتوزيعات المياه الداخلية هذه بالتأكيد استمرار عملية الشحة وهو موضوع طبيعي يعني الشحة المائية عادة احنا نقسم السنين المائية الى سنين فيضانية وسنين معتدلة وسنين شحيحة عادة ما تتكرر كل سنتين او كل ثلاث سنوات سنة شحيحة بالنتيجة اليوم في 2019 الجميع يتذكر كانت السنة فيضانية كانت معدل الإيرادات بحدود تقريبا أكثر من 140% وبالنتيجة استفاد العراق من هذه الإيرادات وأمن خزين مائي جيد جدا هذه الظروف ظروف الشحة باستمرارها بالتأكيد إحنا اليوم راح نستهلك راح نستخدم الخزين المائي استمرار ظروف الشحة بالتأكيد هذا راح يؤثر خلال المواسم القادمة فالمطلوب أنه إحنا نحافظ على المياه نقلل الترشيد وبالنتيجة أيضا نحافظ على نوعية المياه وعدم تلويثها لتأمين كمية المياه كما ونوعا خصوصا ما يصل إلى محافظات الدنائب ودنائب المشاريع ومحطات الإسالة بشكل عام. طيب أستاذ علي يعني هناك حديث عن بناء سد جديد في تركيا غير سد أليسو الذي دخل إلى الخدمة أخيرا ربما يطلق عليه سد جزرة ويقع على عمود نهر دجلة يعني هل هذه المعلومة صحيحة؟ هل سيترك تبعات أخرى في حال إن صح القول على حصة العراق المائية؟ نعم سيد العزيز هذا السؤال حقيقة أشكرك عليه يعني سؤال مهم جدا حقيقة جميع الدول بغض النظر يعني دول المنبع أو دول المصاب لها الحق في تطوير مشاريعها وإنشاء السدود والتوسع بمشاريع الإروائية التي تخدم بلدانها ولكن هذا التوسع وهذا الإنشاء يجب أن لا يكون على حساب الدول الأخرى يجب أن لا يكون على حساب دول المصاب يجب أن تحترم المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية الموجودة التي تضمن حق الدول المتشاطئة تضمن حق الدول التي تستفيد من هذه الأحواض سواء حوضي دجلة أو الفرات أو أحواض الأنهر الأخرى لذلك إحنا العراق دائما يؤكد على اعتراضه على جميع المنشآت التي تنشأ بدون الرجوع إلى أو موافقته لهذا موضوع سد الجزر اللي حضرتك تحدثت عنه جنوب سد أليسو بالتأكيد العراق ثبت موقفه بشكل واضح وبمخاطبات رسمية وعن طريق القنوات الرسمية اعتراضه على هذا السد فيما إذا لو أثر على حصة العراق المائية لهذا إحنا اليوم نأكد على موضوع مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها في عام 2009 تم إعادة توقيعها في عام 2014 بين الحكومتين العراقية والتركية وخلال مؤتمر بغداد الدولي الأول أعلن المبعوث الخاص للرئيس التركي عن موافقة البرلمان التركي على هذه المذكرة والآن الأمور الفنية للتباحث ووصول إلى الصيغة النهائية لتطبيق هذه المذكرة هذه المذكرة من أهم بنودها هو إلزام الجانب التركي بإطلاق كميات العراق المائية وتأمين هذه الكميات وعدم الإضرار بحصة العراق المائية حصص عادلة للعراق تطلق سواء في نهر دجلة أو نهر الفرات هذه المذكرة مهمة جدا إضافة إلى البروتوكول اللي تم إعداده من وزارة الموارد المائية ومصادقته من الحكومة المركزية حقيقة الدعم الحكومي دعم السيد رئيس الوزراء لهذا الملف مهم جدا وأعطى دفع إيجابي بهذا الاتجاه
احنا الان في تباحث فني مع الجانب التركي للوصول الى الصيغه النهائيه لهذا البروتوكول وتطبيقه ودخوله حيز التنفيذ. هذه الامور برمتها حقيقه مهمه جدا من اجل حصول العراق على حقوق المائيه وعدم التساهل بحقوق العراق المائيه نهائيا. نعم، من بغداد حدثنا عبر سكايب علي راضي المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه، شكرا جزيلا لك انضمامك الينا في نشره الثالثه لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك مره اخرى.